النهارده؟ هعمل اول تجربه في القناه. تجربه؟ انت متاكده ان التجربه دي هتنجح فعلا؟ وما تنجحش ليه؟ بطلي فقر، ان شاء الله هتنجح. ها بقى نقول ليتس جو. يلا بينا ليتس جو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا مقصره من ناحيتكم شويه او شويتين ثلاثه، بس بجد بجد انا محضر لكم مفاجاه حلوه جدا. اول مره النهارده هنعمل اكسبيرمنت او تجربه في القناه، وهقول لكم كمان التفسير ورا التجربه دي. يلا بينا ليتس جو. لو اول مره بتشوفني دوس لايك على الفيديو ده، دوس سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوز اللي انا بقدمها. بس يلا بينا بقى، عايزين نشرح احنا عندنا ايه بالظبط. اول حاجه عندي لون، اي لون عندكم، لون اكل او لون ميه اي حاجه. بس عندي لون باودر الوان طعام عاديه، وعندي زيت، وعندي ميه، واخر حاجه الكيس اللي هنعمل فيه. اخر حاجه وهي اهم حاجه في التجربه دي ايه؟ يلا بينا ليتس جو. كثافة الزيت أعلى من كثافة المية، وكثافة الألوان أعلى من كثافة الزيت، و... إيه ده؟ حاسة أنا بسمع. بجد بجد. الشقلباظات بقى اللي حصلت في الكاس دي سببها إنه كثافة الزيت كانت عالية جدا وأعلى من المية، عشان كده الزيت طلع وبقى يطفو يطفو فوق لحد ما بقى فوق المية. وبما إن الألوان برضو كثافتها أعلى من كثافة الزيت، فقامت الألوان كلها نزلت تحت خالص، وجزيئات الالوان كلها انفجرت مع المنتوس، وهي السبب في انها طلع لي الشقلباظات اللي في الكاس والاشكال الحلوه قوي اللي حصلت في الكاس. هو ده يعتبر التفسير العلمي للتجربه اللي احنا عملناها. طيب بكده تكون الحلقه بتاعتنا خلصت، وانا زعلانه جدا انها خلصت، بس ان شاء الله هتشوفوني في حلقات كتير 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 جدا. يا ريت بقى تقولولي في الكومنتس اذا عجبتكم موضوع اني اعمل تجارب في القناه، بما ان دي كانت اول تجربه اعملها في القناه عندي. قولولي لو الحلقه عجبتكم، واعملوا لايك للفيديو ده، واعملوا سبسكرايب عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. وشكرا كتير 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 على المتابعه.